خيفا الغناء العربي، مساء الخير. مساء الخير. الله يطول عمرك وخلينا اياك، وهيك بنشوفك الاماكن اللي بتسجل فيها نجاحات بتحب انك دائما تطل فيها وتعانق جمهورك، يعني ان كان بلبنان نجاحات اللي جايبها معك من بيت الدين الى اهدن، اليوم بستارز اون بورد من جديد، خبرنا عن علاقتك بهالاماكن اللي محبينك بيكونوا فيها. انا بحب جمهوري كثير، وما يكون مع حقيقه جمهوري رائع وراقي جدا، وحتى مرات يعني يكون صعوبه الاختيار اغاني عن المسرح، يعني في طلبات كثير مختلفه تماما تكون بين الجمهور، احاول باي طريقه ارضيهم. ما اعرف يعني، لان عدد الاغاني عندنا حوالي 300 اغنيه ما شاء الله، فيطلبون من عندها حوالي 30 بالحفله اكثر، ف يا دوب مكفي اغني كم اغنيه، فمرات يعني فعلا اطلع زعلان يعني ما نفذت الاغاني، بس انا سعيد لان جمهوري يعني بيعطيني هالمد المعنوي العظيم، بيخليني فعلا ادور والهث على المفردات، على الموسيقى، باي طريقه انه اقدم شيء لهم مستوى سماحهم الجميل. الوسائل الاعلاميه والسوشيال ميديا ومحبينك بخبر مفاده انه كاظم سيعتزل الغناء، شو الموضوع؟ اللقاء كان صريح على التلفزيون وحكوا لي، قلت لهم راح اخذ اجازه لان عندي البوم جديد، راح اتفرغ حتى يكون بالي مركز في الموسيقى فقط، من انجز الاعمال المتبقيه من الالبوم خلاص راح ارجع، اذا انجزها بشهر او شهرين او سنه او اكثر او اقل يعني وفد مشكلة كبيرة. أكيد يعني هذه ورشة العمل اللي عم نشوفها أنت وميشيل فاضل على السوشيال ميديا. يعني هنا وفي بعض أيضا راح يشاركونا أخوان موزعين أيضا. أحاول يعني أروج هذا إن شاء الله. متى الألبوم؟ لسه لحد ما أنجزه وأقتنع من عنده 100%. إن شاء الله، يعطيك الصحة وإن شاء الله بتضلك متألق يا أحلى أبو وسام. طول عمرك. ابتسم قد اعصابك، خلي راسك
وحلمت